مالك يا لك؟ تخاف ولا ايه؟ مش خايف يا مالك، انا متضايق. متضايق ليه بس؟ متضايق عشان اللي احنا وصلنا له. عايز نفرح واحنا رايحين نسرق؟ احنا هنعمل ايه؟ انت هتقطمني؟ في حل تاني نقدر نعمله حل بيه الظروف اللي احنا فيها دي غير ده؟ مفيش. بصراحة مفيش. يا خالد احنا محتاجين فلوس، مش هنفضل في الفقر ده طول عمرنا. احنا مضطرين، والمضطر يركب الصعب يا اخي. ده وانت صادقة، المضطر يركب علبة الجبنة اللي احنا راكبينها دي. بهدوء من غير ما اي حد يحس بينا، واهم حاجه ما نتمسكش فيهم ولا لا. بقول لك ايه، تعرفي تسوقي؟ اه طبعا. طب خليكي هنا عشان لو حصل اي حاجه تاخد العربيه وتطير، انت حرمه برضه. ايوه خلي العربيه دايره. يا سلام، وش معنى يعني لو اي ما يقفش مكاني يعني؟ مش معنى يعني الطرق بعيده. لو اي هو اللي حافظ الفيلا دي، وبعدين قال لك انت بنوته جميله تقفيه برضه. اقول لك ايه، انا زيكم بالظبط. اه انت يا عم انت وايا، انا جايب ناس من حقوقي، انسان تسرق معايا. يلا خلص، شوف مين هينط الاول. طيب احنا المفروض نعمل ايه يعني؟ مين فينا هيطلع؟ مين هيفتح لنا السكه؟ مين هينط؟ يا جدعان ده انت هتحط بصوا لبعض. يلا خلاص بقى. انا طلع السلم ده، السلم ده هيودينا على السفرة، بس بروح على الرف فوق عشان البواب قطه الناحية التانية. تمام معايا؟ هات هات الشنطة. عندنا في المنطقه. يا لهوي، بتعمل ايه؟ بدور على واكل، ما اكلتش من صباحيه ربنا. واكل ايه يا ابن الله يخرب بيتك؟ ما اكلتش بتقول قبل ما تيجي؟ وبعدين ازاي هكونوا سايبين اكل في الثلاجه وهما مسافرين؟ انت عبيط؟ يا غبي انت، هو انت جيت تقول على اكل هنا؟ ده انا اكل في المطبخ. مطبخ ايه؟ مطبخ ايه وصاحبي ايه ايه ايه؟ وانا جايب ولاد اختي في ايه مدفوع؟ احنا بنسرق، خلصونا. بقول لكم ايه، بطلوا هزار، بدل ما هنتحبس تعالوا ورايا، انا عارف الفيلا دي كويس. انا هقول لكم تعملوا ايه. يلا يا لهوش، يا جدعان البيت ده. بقول لكم يا جماعه، خلي بالكم عشان هنا في فازات كبيره وغاليه وممكن تتكسر. حسن واخرب بيتك. حلو، حاضر، ما حصلش. ماشي. بقول لكم ايه، احنا هنلم كل الحاجه ونحطها في الجنينه، وبعد كده نبقى نحولها للعربية. ماشي يا جدعان، الحقوا كمبيوتر لابتوب اهو. كمبيوتر ايه ده؟ مبارك يا جماعة، طب بهزار بقى. يلا طالع نخلص. فين بقى السيفرات والبلاي ستيشن؟ ايوه السيفرات. شيل بلاي ستيشن اهو. ايه ده؟
في يا حسنين نام يا راجل نام. في صوت في الفيلا. لا مفيش حاجة. انا ما كنتش اعرف انه وحش شريط. ايه اللي وحش شريط؟ ايه اللي انت بتقوله؟ شش 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 الشيطان الرجيم. أنا قلت إنها فيلا مسكونة. هنعمل ايه؟ يلا في هدوء وركيز وبصوا. تمام يلا 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 بيوته خايف الزفت ده. احنا برضه غلطانين، حد يجر جاموسه ويروح يسرق بيها. لكن حيواتي ناس غاليه. شش الحمد لله يا عم، ربنا سترها ربنا سترها. انجز بقى انجز للراجل يرجع تاني. طب يلا يا سيدي. هات اوريجنال. تعرف الواحدة دي تتكلف كام؟ كام؟ 150 دولار على الأقل. وادي يا ابوي خدهم كله. يا جدعان ايه؟ انا همنت على حاجة في الجنينة. نخلص بس نقلها وبعد كده نشحنها في العربية. تمام نزلوا الحاجات دي، دينا حط عليها على حاجة. يلا يعني اديني أمان. أمان يا معلم. يلا يلا قبل ما تيجي تاني. يلا تعالوا تاني بسرعة. لا هو ايه؟ شاهد يا ولد انت؟ الفيلا شكلها فيها تحف. ياما يا عم تحف ايه دي، شكلها حاجات رخيصه. بص عامله ازاي يا عم. احنا هنخسر ايه؟ هناخدهم نتمنهم ومين عارف يمكن في حد فيه. في حد جاي ما عملتش حاجه.
كده كده كان قدامه ثلاث ايام ويموت. يلا هنخلع احنا. يلا يا عم. يلا. يوم انا كنت موجود عارف. انا عارف بتقول لي ايه. قتلته بيدي يا مادي. يا عم خلاص ودي صوتك انت هتفضحنا. قدم فرار. يلا امشي. يلا بس يلا. الراجل مات. لا الله يرحمه. تعالى بس دلوقتي. يلا تعالى تعالى هتفضحنا. خش اتكلمش. ايه ده ايه ده؟ قتلته يا مادي. قتلته بيدي. بس اهدى اهدى. ما حصلش حاجة يا عم. عايزين نمشي من هنا. يلا يا جدعان يلا. اهدى دلوقتي. انسى انسى اللي حصل. انسى. يلا يلا خلاص. يلا امشي. يلا يلا يا جدعان. يلا يلا خلاص. طلع العب ودي. ايه نزلوا حاجة على الضايق. ضايق خليه معاك. اقفوني الحاجة. خليه معاك. نزلوا انتوا الحاجة. يلا تعال يلا انزل. شو يا ماجي شو يا لؤي. يلا امسك. قتلته. اهدى يا اهدى اهدى. انا اقتل ده اللي ما قتلتش اللي قتل ابوه. اكتر راجل ملوش اي ذنب. هو انت لو ما كنتش عملت كده يا خالد كنا اتمسكنا ومستقبلنا كان ضاع. انا مستقبلي ضاع يا دين. خلاص بقى يا خالد. بقول لك اهدى. يعني اهدى. على فكره بقى الراجل ممكن ما يكونش مات. اكتب الله المجيد. ايوه. طب نعرف كيف؟ بكره هنعرف كل حاجه ان شاء الله. المهم انت تهدى دلوقتي بس عشان ما نروحش كلنا في داهيه. احنا هنروح فين دلوقتي يا طلعت؟ رايحين للسورس يا كبير. اللي هياخد الحاجه كلها شقله واحده. طب بالله عليك يا طلعت اوقف جنب اي تليفون عموما. ليه اشمعنى يعني؟ عايز اكلم الاسعاف يلحقوا الراجل اللي سايح في دمه ده. اسعاف؟ عفوا يا عم. اه قول كده بقى. هو انت ما بتاكليش ليه يا زينه؟ كلي. بقول لك ايه؟ وانت ما بتشوفيش الواد طلعت؟ ما بشوفوش. يعني ما حاولتيش تتصلي بيه كده ولا كده ولا تشوفيه هنا او هنا؟ وعرفنا سر العزومه.
ما بشوفوش يا طول وما اعرفش عنه حاجه. عايز حاجه تاني؟ طب بالراحه شويه يا زينه. في ايه؟ الله. طب بقول لك ايه، تحاولي تتصلي كده تشوفيه هو فين. اتصلت عليه النهارده تليفونه مقفول. من لقيمه الواد ده راح فين؟ جماعه الشنطه دي فيها 25000 جنيه هنقسمهم قسمه الحاج، كل واحد ياخد 5000 جنيه. اقدر ما حصلش. هاي بس اقول لك ايه يا عم الحلو انت وهي، في 300 جنيه رايحين لصاحب العربيه. ايه يا عم، هما مش كانوا 200 جنيه يا عم انت ولا ايه؟ الله الله الله، انت على حق الراجل اللي غلبان. كانوا 200 جنيه حلوه لما كنا هنقعد ساعتين بس، انما دلوقتي الليل واخر. الله، وانت عرفت منين يعني الراجل عايز يزود فلوس؟ في مصلحه في الحوار ده ولا ايه؟ ليه يا ابني؟ انتوا بتسرقوني ولا ايه يا جماعه؟ لا يا غالي مش القصد يعني. خلاص يا جدعان ارموا ال 300 جنيه ونخلص. ارموا له؟ يا ابني اتكلم بادب يا ابني، وانا كلب قدامك هتجيب لي عظمه؟ يا عم ما قلتش كلب ولا حاجه يا عم، انت واخد الموضوع سرك ليه كده؟ يا ابني راجل صاحبي وانا عارف هيقول ايه وهيطلب ايه. خلاص بقى غاليين. بقول لك يا لو يا لو، عادي صاحبه عايز يظبطه معانا في المصلحه، شايف الخير كتير ما فيهاش حاجه وبنكسر عينه. شافوناش واحنا بنسرق، شافونا واحنا بنتقاس،